دكتور، نسمع عن مفهوم روح الاتحاد، هل انتهى هذا المفهوم مع وجود 7 أجانب في الفريق؟ ما انتهى أبدا، ويوم ما يسمحوا بحضور الجمهور إلى الملاعب هذه روح الاتحاد، هي جمهور الاتحاد يعني لأنك لما تشوف الملعب مليان وهزيج الجمهور هو اللي يحرك الفريق خلي الفريق ينسجم بهذا بحضور الجمهور وبهزيج الجمهور، فيعطيك هذه هي روح الاتحاد، معنى جمهور الاتحاد. طيب دكتور مدني، بالنسبة لمستويات الاتحاد خلال السنوات الماضية السيئة طبعا، هل في ناس خذلوا الاتحاد؟ هو كانت بعد الناس بعدوا عن الاتحاد بسبب كانت انه بعض الادارات التي استلمت الاتحاد الجمهور غير مقتنع وما هو ولا اخذوا الطريق السليم والصحيح انك انت تجذب يعني نادي الاتحاد لمشجعي ومن جمهور الاتحاد من ناس يعني اشتغلوا في الاتحاد، كنت بعدت عنهم. والبعض لبعض الناس بالنسبة للجمهور الاتحاد ما يعرفوك يعني انت لو طرقت باب من كبار الاتحاد ما يعرفوك في البلد، فهذه هي المشكلة اللي حصلت في الاتحاد وعملت فيه هذه يعني مشكلة الاتحاد في السنتين السابقة وهذه السنة سببها الإدارات. تستطيع أن تدير شركة لكن لا تستطيع أن تدير نادي زي نادي الاتحاد. نادي الاتحاد ليس مجرد نادي أي كلام، نادي يسميه يعني دولة. نادي الاتحاد احنا لعبنا فيه واشتغلنا فيه يعني في إدارة، ولكن أن الناس اللي ما دخلوا نادي الاتحاد أو اشتغلوا ما يعرفوا قيمة أو نادي الاتحاد. فنادي الاتحاد يختلف جدا جدا، لكن عندما تهيئ الإدارة الصحيحة السليمة وتجمع معاها ناس لكن نادي الاتحاد لا يخزل أبدا. طيب. لا يخزل. طيب نادي الاتحاد عنده جمهوره هو القوة وهو الروح القوية التي تشوف نادي الاتحاد عندما يلعب، سببها جمهور نادي الاتحاد هو الروح الحقيقية لنادي الاتحاد. طيب يا دكتور.